السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات، والنهاردة قد فتنا مع فضيلة الشيخ محمد فتح الله بيبرس، قارئ إذاعي في إذاعة القرآن الكريم. أول ما بسمع اسمه في الإذاعة بفرح، بعرف أني هسمع تلاوة محترمة، تلاواته في العزاءات حتى محترمة، خامة صوت عريضة جميلة، نفس طويل، أحكام لا غبار عليها، والتنوع النغمي بتاعه بسم الله ما شاء الله عليه، خياله حلو جدا، وموهوب في المحاكاة، بيعرف يحاكي العظماء صح مع أنه بيتجنب تقليدهم، لكن الصوت غلاب، بيحن في بعض الأحيان للمدارس القديمة زي ما هنسمع دلوقتي. سيدنا الشيخ محمد، من قبل ما نسمع أي حاجة، من القراء اللي يقدروا يعيدوا عظمة دولة التلاوة المصرية مرة تانية بإنشاءه لمدرسة لنفسه، ويقدر يعمل ده لأن عنده مقوماتها. فتعال نسمع وبعد كده نتكلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الله، قرار رصد. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الله، والصديقين، والشهداء والصالحين، الله، بيقطع في مقام الرصد عشان يوصل في الجملة الجاية. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الفضل من الله. الله، الله على الجواب الجميل، جواب مقام رست. بس هل هو صافي؟ لا مش صافي، ما قالوش عادي كده. الجملة دي من مقطع هو كررها حوالي 3 مرات بناء على طلب الجماهير. انا اخترت دي بالذات لان فيها اختلاف، لأنه هنا مزج بين مقامين في جواب الرصد، مزج ما بين الرصد والنكريز. تعال نسمع تاني وهشاور لك على النكريز فين. من النبيين والصديقين والشهداء أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. الله،
اللي كان بيقول الجملة دي كتير فضيلة الشيخ محمد الليثي، كان بيعمل الحركة دي كتير في الرست بتاعه. طيب ادى مقطع على مقام معين الرست ومزج في الجواب الرست مع النكريز، تعال نسمع له مقطع تاني نشوف هل اداؤه بيختلف ولا بيمشي على وتيرة واحدة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. مقام الكرد اللي بنسمعه من الشيخ شبيب. نكمل. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. الله، انا معرفش اسم القراءة اللي بيقرأ بيها، معرفش بيقرأ برواية ايه، فاللي يعرف يقول لنا في الكومنتات. طبعا حول في الجواب من الكرد للبياتي، قفل بياتي غالبا. والله اعلم احساسي بيقول ان مش دي القفلة اللي هو كان عايز يقفلها، لكنها طلعت جميلة. مقطع تاني بشكل مختلف، تعال نشوف. هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. مقام البياتي، قرار ووسط وجواب. وهنا كان يحاكي من؟ فضيلة الشيخ سيد متولي. وأنا على يقين أنه مش قاصد يحاكي الشيخ سيد متولي، لا، أنا قلت لكم في بداية الحلقة الصوت له أحكامه، هو إحساسه ودالي الحتة دي، فهو مش هيقول لصوته وإحساسه لا ما تروحش. إحساسه في التلاوة صادق معبر. مقطع أخير علشان نكون تناولنا جوانب كتير من فضيلة الشيخ محمد فتح الله، وأترك لكم الحكم والتقييم. تعال نسمع. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الله الله. بياتي الشيخ شبيب
متشبع بالشجن والإحساس وهو بيلمس فيه البياتي الحسيني. نفس القصة، تحس انه رايح على رفعت شوي. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله الله يفتح عليك. الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين رزقناهم سرا علاني. الله الله يفتح عليك. لمس هنا مقام البياتي نهفت في الجواب. كان بدأ بياتي حسيني، بعد كده جه بياتي أصلي، دلوقتي بياتي نهفت، فهو شاطر جدا 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 متمكن. أي نعم ده شغل الشيخ شبيب، لكن الشيخ محمد ليه بصمته، بيقول بصوته هو، من منطقته هو، بإحساسه هو. ولو ما قدمتلوش في الحلقة دي غير الحتة دي لكفت. لكن أنا حبيت أعرفكم إن مصر ولادة وما زال موجود بيننا عظماء، لكن إحنا نركز عليهم، نسلط الضوء عليهم، نشجعهم ونقول لهم إحنا شايفينكم، سمعونا ومتعونا. كمان مرة بقى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة عليك ويزيدك. المرة دي بياتي شوري ما قالش مرة زي التانية، كررها 3 مرات، ما فيش فيهم مرة زي التانية. والمرة الأخيرة أقرب لطريقة الشيخ محمد الليثي، مع أنه لم يكن يقصدها. طب أنت متأكد منين يا عم أحمد أنه لم يكن يقصدها؟ لأن أنا شايف قدامي قارئ خاشع عنده خبرة سنين من السمع، شارب المدارس القديمة شرب، وبالتالي هيتأثر بيهم غصب عنه مش بمزاجه. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد، والله أسعدتني وأسعدت المستمعين، وأنا واثق من ده. أي مستمع ودنه نظيفة حبك من دلوقتي.
الشيخ محمد يا جماعة من القراء اللي تسمع له تلاوات كاملة بدون أخطاء. مفيش أخطاء، أنا هتكلم في تخصصي نغميا، مفيش أخطاء نغمية. تسمع التلاوة من الألف للياء، من بسم الله الرحمن الرحيم لحد صدق الله العظيم. النشازات بقى والكلام ده مش موجود، إن آلات اللي هي من أي مكان بيجي في زوره يقول لا، مش موجود الكلام ده برضو. فهو فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه، لكن يا شيخ محمد منتظرين منك الكثير والكثير. لسه احنا مستنيين منك مدرسة الشيخ محمد فتح الله بيبرس. احنا بنحبك فما تبخلش علينا. حلقتنا النهاردة خلصت، ونشوفكم الحلقة القادمة في قطفة جديدة. كان معاكم احمد شفيق.